وخالد وخالد حسيته فعلا الان نادي الكويت اصبح عنده قاعده جماهيريه. شوف ابو عزيز، هو نادي الكويت بالسابق عنده قاعده جماهيريه كبيره ايام السبعينات والثمانينات، لكن بكل امانه ايام يعني شو ايام العذاب يعني، يعني بعد ما خذينا كاس العاد ب 93 صار مده 5 سنوات عذاب ما نعتبرها، يعني انا كنت لاعب فيها عذاب، يعني مشجع حاضر قاعد نخسر 3 و4 شيء طبيعي، مشجع بيروح. لكن الان عوده الانتصارات، عوده الانجازات، خاصه انجازات قاريه ما هي بس انجازات محليه، شيء طبيعي الجمهور بيعود، الجمهور بيعود، وايضا قاعد تخلق انت جيل محب لنادي الكويت ومحب لنجوم نادي الكويت. الان نادي الكويت في نجوم، واحد يبي عبد الهادي، يبي عادل، يبي فهد، يبي فهد، يبي حسين، يبي بريتشي، طلال، عندك حتى المحترفين اللي قاعد نجيبهم محترفين على مستوى عالي، انت بالذات روجيريو، روجيريو كان يجونا كل يوم بالتمرين يصورون معاش كثر، فهذا الشيء، هذا الشيء حتى يجيب لك جمهور. أكيد. وان شاء الله بالعكس ابو عزيز، احنا نتمنى هذا الجمهور يكون متواجد ومو مقصر، لكن ايضا نتمنى اكثر، لان هالجيل هذا، هذا جيل ممتع، وجيل ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الله يعطيهم الصحه والعافيه، ايضا البطولات تكون في وجود هذا الجمهور ووجود هذا اللاعب. في النهايه ابداع اللاعب في الملعب يحتاج الى الى الى, إلى هناك جمهور يصفق، يحيي، يعطي اكيد طور وطاقه حق اللاعب، ومجهود يعني صراحه يقومون فيه يعني ديوان الكويتاوي. نعم. وصراحه كل امانه صراحة. والكل يعني لاحظ تميز الجمهور الكويتاوي الان قاعد يتزايد، وهذا شيء يمكن يرفع من مستوى الرياضه الكويتيه. احنا قاعد يمكن الموسم اللي طاف في النادي العربي جمهوره اثر الملاعب، والكل كان سعيد، يعني كل الانديه كانوا مستانسين بوجود الجمهور العرباوي، والان الجمهور القدساوي والجمهور الكويتي.